ازيكم حبايبي الغاليين دفعة تالتة ثانوي الأبطال، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أخرنا عليكم في خمسة في خمسة، لكن إحنا ما أخرناش من فراغ، إحنا أخرنا عشان عملنا مراجعة على ربع المنهج وعملنا مراجعة على تلت المنهج، فكان لازم نأخر شوية، لكن خلاص هنرجع نلتزم تاني معاكم في خمسة في خمسة. احنا النهاردة معادنا مع الحلقة السابعة والحل بتاعها، هنرجع كمان لامتحان الترجمة اللي بينزل كل يوم جمعة، ورجعنا لامتحان القطع اللي بينزل كل يوم ثلاث، يعني على الوعد مكملين. مش كتير يا مستر، انا قلتلك ثانوية عامة يعني هتحل، تمسك القلم بايدك وتحل وتتابع معانا كويس، وانا متأكد احنا علينا السعي والباقي على ربنا. احلى شباب دفعة 2024، دفعة الخير، شد حيلك دوس على قد ما تقدر، وانا متأكد ربنا هيكرمنا. وصلنا لحد الحلقة السابعة في خمسة في خمسة، يلا رجالة نبدأ نحل مع بعضينا، يلا رجالة واحدة واحدة كده وعلى مهلك خالص، وانت بتحل انا عايز منك تركيز. اتفضل يا مستر، واحدة واحدة كده ومعانا، يلا رجالة. اول جملة: I not working such long hours. أنا مش متعود على الشغل للساعات الطويلة دي. When I started this job. لما بدأت الوظيفة دي. وأعلمك. أعلمك إيه؟ تقرأ السؤال وتسلم عليه. تحاكي السؤال. يلا. مستر هنا working. Working. تمام، يعني verb plus ing. يعني use the do، دي لازم يجي بعديها مصدر. ماشي، يعني never use the tool لازم يجي بعديها مصدر. كده خلاص يا مستر اتبقى لنا حاجتين، عشان كده بقول لك حاكي السؤال هتعرف تحل كويس. يلا. عندي ان يوز تو معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي وهو الان يفعله. حاضر، يبقى ان يوز تو working such long hours. وين؟ وين يا مستر؟ ودي ماضي يبقى مش هتنفع. وين وماضي يبقى مش هتنفع يا مستر. كده يبقى ما عنديش غير اختيار واحد، wasn't used to. اهو wasn't used to. ركز كويس معايا، عملت كده يبقى انت من الطلبة الممتازين. هات اللي بعديها يا مستر. من ضمن الحاجات اللي غلطت ناس كتيرة، اللي بعديها دي من ضمن الحاجات اللي غلطت ناس كتيرة. A not child. الطفل ايه؟ behaves badly، بيتصرف بسوء. and isn't willing، ومش من رغبته. to obey others. مستر انت حفظتنا obey يعني يطيع، لو مش عارفها اكتبها اهو. obey يعني يطيع. طالب او طفل بيتصرف ومش بيطيع. حلو. tolerant يعني متسامح. impolite يعني مش مؤدب. طب سيبها. good nature طبيعته كويسه، يبقى كده تعرض اتنين يا مستر. كده عندي اتنين، ولد مش مؤدب وولد نوتي. طب بيقول لك يا مستر behaves badly، بيتصرف بسوء. isn't willing to obey others، مش بيحب يطيع الكبار. يبقى ده مستر شقي، يبقى ده شقي نوتي. اهي هتبقى الاجابه نوتي. يلا يا رجال عامل كده. طب ليه يا مستر ما خدش امبولايت؟ امبولايت ده مش مؤدب. طب ما ده مستر ده بيقول لك اهو isn't willing يعني مش رغبته to obey others، ان هو يطيع. اللي هو يطيع مين يا مستر؟ يطيع الكبار. طب يا مستر في حاجه تاني. ايه هي؟ هنا الايه يا مستر ما تاخدش امبولايت، يعني برضه عشان الناس اللي غلطت
احنا عارفين ان اه قدام الحرف الساكن وان قدام الحرف المتحرك. هنا مثلا كاتبها ان امبولايت. استراليا از بيج، استراليا دي كبيره. بات كندا از مستر، بيعمل ايه؟ بيعمل مقارنه ضمنيه خدناها. يمكن حذف ذان، ينفع نشيلها ذان ونفهمها من سياق الكلام. ما هنا يا مستر مقارنه ضمنيه، يعني هتبقى استراليا از بيج بات كندا از بيجر، اكبر. ده بيعمل مقارنه طالما عندي حاجتين. يلا يا رجاله. Some students، بعض الطلبة say، بتقول that German is not easier than French. مستر انت حفظتنا ان في حاجة اسمها تدعيم الصفة، فاكرهم؟ اه يا مستر فاكرهم. طب قولهم كده تاني. حاضر. Much و a lot و far دول يا مستر دول معناهم بكثير. A little و a bit وسلايتلي دول معناهم بقليل. طب يلا يا مستر، هنا انت عايز تعمل تدعيم للصفه، مفيش ليس بيجي بعدها صفه واي ار. فيري ما تنفعش يا مستر مع الصفه واي ار، تدعيم الصفه. مفيش مور بيجي بعديها صفه فيها اي ار، يبقى ما عنديش غير مدعمات الصفه. فار خدنا حته كده، اول حته في الكومباريتيف كانت في المقارنه، تدعيم الصفه، ازاي نقدر ندعم الصفه. اجي قبل الصفه اللي فيها اي ار او قبل مور وليس احط فار، احط ماتش، احط الوت، سلايتلي، ابيت، اليتل، ايفن من ضمن مدعمات الصفه. طب يلا يا رجال، بيفور، ودي اللي غلطت ناس كتيره جدا، غلطت ناس كتيره جدا. الناس دي اكيد 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 ما سمعتش القاعده كويس. دوائر بيقول عليها اهم قاعده في المنهج. ايه هي يا مستر اهم قاعده في المنهج؟ تعالى اسمعها لك، ركز كويس معايا. لو عندي رابط زمني، رابط زمني اهم قاعده في المنهج. اه مستر، والنص الثاني مستقبل او امر، يبقى هنا يا مضارع بسيط، يا مضارع بسيط، يا مضارع تام، يا مضارع بسيط، يا مضارع تام. اغلب الناس اللي النهارده كانوا حالين الاربعه صح وغلطوا في اخر واحده. ايه يا مستر؟ طب انا عايز مضارع بسيط او مضارع تام، يعني ما تنفعش ويل بي. اغلبهم كان مختار ويل بي، ويل هاف بين، ام جوينج تو بي، كل ده ما ينفعش يا مستر. انت عايز مضارع بسيط او مضارع تام. أهم قاعدة في المنهج، لو عندي رابط زمني قبليه مستقبل وأمر، بعديه مضارع بسيط أو مضارع تام. قبليه مستقبل وأمر، بعديه مضارع بسيط أو مضارع تام. يعني الإجابة مثلا هتبقى ما عنديش غيرها أهم. قيم نفسك، جبت كام جملة من الخمسة؟ إحنا في الحلقة السابعة وبنمسك تكات لازم تاخد بالك منهم. تعال نشوف مين معانا اوائل ذا فيرست للحلقه السابعه، يستاهلوا كل خير، ربنا يكرمهم ويعوض تعبهم خير. ان شاء الله هيفرحونا ويفرحوا والديهم. عندنا سلمى علي، سلمى هشام، جونير ملاك، ريم احمد، محمد رجب، سهيله احمد، نرمين نادي، ياسمين سامي، نوسى نبيل، محمد رشاد، موري حبيب، مصعب محمد. دول اوائل ذا فيرست لحلقه خمسه في خمسه الحلقه السابعه. فرحان بيكم جدا جدا جدا، وبشجعك تحل يلا معانا سلسله خمسه في خمسه. مستر هي ايه سلسله خمسه في خمسه للناس الجديده؟ ادخل على قناة اليوتيوب هتلاقيهم كلهم تحت بعضيهم. احضر احضر كل واحدة، هتلاقي فيها فكرة واتنين، انا متأكد هيخدموك جدا. شد حيلك واتعب، دايما اقولك احنا علينا السعي والباقي ده بتاع ربنا. احنا بنسعى بس والباقي ربنا هيكرمنا فيه. اعمل اللي عليك وانا متأكد ربنا هيكرمنا. احلى شباب دفعة 2024، دفعة الخير على الوعد، دايسين ومكملين. أشوف وشك بألف خير.